السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم متابعي قناتنا في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نخصصه لكيفية ضغط أحد الملفات أو المجلدات. مثلا أنا أذهب إلى جهاز الكمبيوتر، ثم أذهب إلى القرص دي، أختار هذا المجلد. لو أدخل إلى هذا المجلد أجد فيه مجموعة من الملفات، أرغب بضغطه كما هو. أضغط هذا المجلد، أنقر عليه، نقرأ بالزر الأيمن، ثم تظهر لي قائمة أختار منها Compress to Zip File، يعني الضغط على شكل وينرار، يعني نرجع هذا المجلد على شكل مجلد مضغوط، يعني ملف مضغوط وينرار. أنقر عليه، لاحظوا الآن بدأت عملية الضغط. لاحظوا Compressing يعني عملية الضغط. هذا يحتاج يعني نوعا حوالي دقيقة أو أكثر، يعني على حسب حجم الملف أو المجلد الخاص بك. أنا في حوالي 200 إلى 300 ميجا بايت. المهم كل ما زاد حجم الملف أو المجلد كل ما استغرق مدة أطول. لاحظوا عملية الضغط. لاحظوا الآن هذا هو ملف وينرار، بقي باسم هذا الاسم في المراد. لو أدخل إليه لاحظوا صار ذلك المجلد في حالة ضغط. لو أدخل إليه مرة أخرى لاحظوا أجد فيه تلك الملفات. أقوم بالتصغير حتى نعمل مقارنة. لاحظوا هذا هو المجلد الأصلي وهذا هو المضغوط. أدخل إليه أجد نفس الملفات الموجودة في ملف الضغط. هذه الطريقة لكيفية ضغط مجلد. مثلا أريد أن أضغط أحد الملفات، مثلا هذا ملف وورد، أيضا بنفس الطريقة نقرأ بالزر الأيمن ثم Compress to Zip File هكذا. فلاحظوا تم مباشرة ضغطه بسرعة لأنه ملف ضعيف أو يعني صغير جدا. لو أدخل إليه لاحظوا أجد نفس الملف. لاحظوا ملف وورد نفسه. هذه هي الطريقة، طريقة ضغط ملف أو مجلد. نتمنى إن شاء الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح المبسط. ألتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.